شفت المساج هكا ما صدقتش من الاول. ولا فوق هذاك انا كنت في الخمسه حتى مصحابي كيتصدموا كيفاش وليت فاهم بالباهي فهمت ما غير تقي صايب اصلا بساقه سيري تخدمها وسيري معناها باهيه باش تخدمها برشا ستريس اللي مستراها نهار الباك زاد تفرغ نهارتها. اسمي محمود زميت الشطي نقرا في معهد عثمان الشطي في مساكن 17-81 وليت الاول في الليسان تاعي مشترك في عرض من الاول للاخر بلوس. كنت نستنى في معدل اقل ما تفاجئت بالرسمي معناها خاطر باللي حطيت معناها النوتات معناها النوتات عاليين ودوفرات سهلين كنت نتخيل زون 16 كيك شفت المساج هكا ما صدقتش من الاول بعد كيش فهمت الدنيا معناها جبت معدل به. تروازيام كنت مش فاهم برشا فيزيك فاهم جمله كل واحده نوتاتي 10 كيك 11 ماكس الباك معناها ديجا الفيزيك بديناه قبل ما نبدا في الليسي وحاجه عاونتني برشا باش اني في الكلاس اول مره الدرس نبدا ديجا عندي فكره وقاعد نفهم اكثر. الليسيري اللي نعملوهم في تقييم يعاونوا بالاخر برشا تيبيك فهمت مش بريسك مش ترى كيفهم في الدفور كيف في المواد هذا عملوا كنت زون 12 كيك 11 وسني زون 17 كيك 16 كنتيح ولا فوق هذاك هذا عملوا كنت في الخمسه كنت معناها تخايب برشا وحتى لي ستركتور دو باز ما كنتش فاهمهم جمله لا بوك البور لا حتى شيء وسني معناها فهمت بالباهي حتى من صحابي كيتصدموا كيفاش وليت فاهم بالباهي فهمت. التسجيلات الباهي فيهم اللي انت كي تنسى حاجه تنسى استيوس تنسى اي حاجه تنجم ترجع لها في اي وقت واللايف المهمين انك تنجم تشارك واللدوفات للاخر بلوس ديما اللي فيهم حاجه اللي ما تجيش ديما في الدوفار اللي هذيك اللي طيح برشا عباد في النوت انت تكون متمكن منها والصلاح نتاعها تجي في ساعه ديما قبل الدوفارات تجي معناها انت نهار تنجم تعطي دوفار فما حتى حاجه تنجم تصدمك معناها كل شيء ديجا شفته ما غير تقي صايب اصلا بساقه سيري تخدمها وسيري معناها باهيه باش تخدمها. ميني باك عاوني بالباهي خاطر كي تحط انت روحك في الكونديسيون نتاع الباك برشا ستريس اللي مستراها نهار الباك تزاد تفرغ نهارتها معناها في الدار نتاعك تحط روحك في دي كونديسيون تحط بالوقت بالوحدك تبدا في البيت وتخدم معناها باش تفرغ ستريس الكل غادي في الدفور هذاك. انصحهم يستغلوا الصيف ديجا عرض من الاول للاخر بلوس يبدا من في جويليا حاجه كيك في نص جويليا. ومعنا عندك برشا وقت باش تحسن روحك في اي ماده معناها مهما كان النيفو نتاعك باش تلقى بلاصتك في تقي ويسير سوق لين تطلع بخطوه بخطوه معناها ما عندك مناش تخاف بالنور مش تظهر لك صعيبه هي صحيح واصعب حاجه اللي هي اللي انت تقعد مستمر على النيفو نتاع القرايه هذاك والمراجعه مسهلته تقي انا عملتك ديجا امبلو دو تون معناها كل نهار مش تروح انت بالسيمس تلقى دروسك حاضره باش تراجعها مش كيما تقعد تخمم وحدك كيفاش انا راجع اليوم شنو راجع. نهدي النجاح نتاعي لعائلتي اول حاجه امي وبابا واخواتي وصحابي اللي عاوننا بعضنا على طول العام والاساتذه كما قلت مسيو رياض الاندرسي اللي عاملني برشا في الفيزيك على طول العام مسيو وسيم القادري في المات تعطيه الصحه ما قصرش معنا في البلاتفورم والبرا من البلاتفورم كان ديما معنا على اتصال وديما معاونا ومش مخلينا الناس نحن شيء. ثم البريبا انتجري اللي هو نخمم فيها اكثر حاجه تو وفما ليسونس فما الالترنونس تاع تقييد زاد نخمم فيها بالباهي فيها برشا اكسبيريونس ومنك تقرا ومنك تعمل ديكسبيريونس باش انت دوما تكمل تبدا ديجا عندك فكره على الجو تاع الخدمه الرسمي معاه. بالليل استي فيزيك فيديو ماذا بيا واحد ان شاء الله في تونس.